الرئاسة ترحب ببيان خادم الحرمين الداعي لوحدة الصف العربي وتؤكد على تجاوبها الكامل مع هذه الدعوة. غارات جوية جديدة ضد داعش في سوريا والعراق، وهاجد يؤكد مجددا أن استراتيجية القضاء على داعش طويلة الأمد. إدراج جماعة أنصار الشريعة بليبيا على لائحة الإرهاب الدولية وتواصل القتال في بنغازي رغم الإعلان عن تهدئة إنسانية. منتصف نهار القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، تحية لكم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة. رحبت رئاسة الجمهورية بالبيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي والذي أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التوصل لاتفاق رياض التكميلي والذي يهدف إلى إنهاء الخلافات ووحدة الصف العربي. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن مصر تعرب عن ثقتها الكاملة في حكمة الرأي وصواب الرؤية لخادم الحرمين وتثمن جهوده الدؤوبة صالح الأمتين العربية والإسلامية ومواقفه الداعمة والمشرفة إزاء مصر وشعبها. كان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أعلن أن اتفاق رياض التكميلي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر حرص على إنهاء كافة أسباب الخلافات الطارئة وأن يكون إذانا لبدء مرحلة جديدة لدفع مسيرة العمل المشترك لمصلحة شعوب الأمة العربية والإسلامية. وأكد البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي أن الاتفاق وضع إطارا شاملا لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية. كما أكد الاتفاق على الوقوف إلى جانب مصر ارتباطا بدورها الكبير والتطلع إلى مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء. وناشد البيان مصر شعبا وقيادة للسعي في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي عونا ودعما لجهود العمل العربي المشترك. بترحيب كبير استقبلت رئاسة الجمهورية البيان الصادر من الديوان الملكي السعودي والذي أعلن من خلاله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي بين الدول الخليجية في مسعى لإنهاء خلاف مستمر منذ 8 أشهر مع قطر. مصر أعربت عن ثقتها الكاملة في رؤية المملكة العربية السعودية وجددت مسألة كونها بيت العرب الذي لا يتوانى عن دعم ومساندة أشقائه، واعتبرت مصر اتفاق الرياض بمثابة الخطوة الكبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربي. وينص الاتفاق بين السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين والكويت وقطر على إنهاء كافة أسباب الخلافات الطارئة وأن يكون إذانا لبدء مرحلة جديدة لدفع مسيرة العمل المشترك لمصلحة شعوب الأمة العربية والإسلامية. ولم يغفل الاتفاق التأكيد على الوقوف إلى جانب مصر لدورها الكبير في مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء. تأتي هذه الخطوة قبل القمة السنوية لدول الخليج والمقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل. واتفقت السعودية والإمارات والبحرين في اجتماع عقد الأحد الماضي على إعادة سفرائها إلى قطر تمهيدا لعملية توحيد صفوف مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى والتغلب على خلاف شديد نشب فيما بينها، وذلك على أمل ترميم تحالف عرضته الأحداث الأخيرة التي اجتاحت الشرق الأوسط لاختبار إعادة توازنات القوى بالمنطقة. قرر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء تأجيل الدراسة بمراحلها المختلفة بمركزي رفح والشيخ زويد اعتبارا من صباح اليوم الخميس وحتى موعد لاحق يتحدد فيما بعد، وذلك نظرا للظروف الأمنية. يأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه مصدر مسؤول بمحافظة شمال سيناء أن عملية هدم المنازل المتبقية على الشريط الحدودي برفح ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة. وأشار المصدر إلى هدم أكثر من 730
33 منزلا حتى الآن في المنطقة العازلة على الشريط الحدودي، كما صرفت تعويضات بقيمة نحو 80 مليون جنيه. يعقد اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على مشروع قناة السويس الجديدة اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج أعمال الحفر والكراكات الجديدة. وصرح مصدر مسؤول بالمشروع بأن المؤتمر يهدف أيضا إلى إطلاع الإعلاميين على صورة من الواقع عقب مرور ما يقرب من أكثر من 3 أشهر على عملية الحفر. كان الوزير قد أكد أن معدلات الحفر الجاف وصلت إلى 119 مليون متر مكعب، إلى جانب الوصول إلى أعماق حفر 30 متر بخط بارليف. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موقع حفر قناة السويس مراسل التلفزيون المصري محمد عبد الصبور. محمد، انقل لنا تطورات العمل في القناة حتى الآن. حاضر باشا. نعم، يعني هناك بعد قليل مؤتمر صحفي سيتم عقده من قبل اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهندسية للقوات المسلحة، وذلك للتعرف على آخر التفاصيل على مستوى أعمال الحفر وأيضا بخصوص عدد الشركات القائمة في هذا المشروع. إذا انتقلنا لأعمال حفر، ربما نقترب اليوم من حوالي 122 مليون متر مكعب من الرمال الجافة تم إزالتها، أي نقترب من حوالي 77% من إجمالي 180 مليون متر مكعب من المفترض أن يتم إزالته. بنتحدث عن أعمال التكريك التي تتم الآن يعني من هذا الموقع عن طريق وجود كركتين تابعتين لشركة الإمارات، وأيضا كان هناك كركتان بلجيكيتان بالفعل وصلوا إلى الموقع يوم الاثنين الماضي، ثم في نهاية هذا الشهر ستصل كراكة خامسة ليصل عدد الإجمالي إلى 5 كراكات. إن شاء الله هناك يعني عدد من قنوات الاتصال وعددهم 6 قنوات الاتصال. سيتم عملية التكريك من خلال 36 إلى 38 كراكة تقريبا بإجمالي 250 مليون متر مكعب من الرمال، أي بطاقة شهرية 27 مليون متر مكعب. إذن هذه هي أكبر عملية تكريك يعني تشهدها مشروع قناة السويس على مستوى العالم وفي التاريخ الحديث في واقع الأمر. أشكرك محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري. تتلقى اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي والمكونة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا اليوم تتلقى العروض الفنية والمالية للشركات الدولية 6 التي حضرت اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية في 4 من الشهر الجاري، وذلك لاستكمال الدراسات البيئية والهيدروليكية الفنية المطلوبة لتحديد حجم الآثار السلبية للسد خلال 5 أشهر وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت عليها الدول الثلاث. ومن المقرر أن تعكف الدول الثلاثة على مدار 15 يوما بمراجعة هذه العروض استعدادا لاجتماع اللجنة الوطنية القادم والمقرر عقده في الأسبوع الأول من ديسمبر القادم بالخرطوم. التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم بتوادرس أدهانوم وزير خارجية إثيوبيا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال منتدى الشراكة الوزارية رفيع المستوى حول الصومال والمنعقد حاليا بكوبنهاجن. وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارها في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في أديس أبابا، بالإضافة إلى تناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على محمد علي بشر القيادي الإخواني وزير التنمية المحلية السابق ومحافظ المنوفية الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي من داخل منزله بالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم. وجاء ذلك بتهمة التحريض على العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون والدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر الجاري والتي دعا إليها عدد من التيارات الإسلامية.
تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بتورا محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرة الشاطر وخمسة عشر آخرين من قيادات الجامعة الإرهابية، وذلك في قضية مكتب الإرشاد. ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بالقتل والتحريض عليه والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى جماعة مسلحة تهدف إلى ترويع المواطنين الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معهد أمناء الشرطة مراسل النيل رمضان المطعاني. رمضان، ماذا لديك من تفاصيل في جلسة اليوم والخاصة بقضية مكتب الإرشاد؟ نعم، منذ قليل بدأت محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجي نظر محاكمة محمد بديع وخيرة الشاطر في القضية المعروفة بمكتب الإرشاد، إضافة إلى 15 متهم أقارب. من المقرر أن تستمع اليوم المحكمة للجلسة الثانية على التوالي لهيئة الدفاع لمرافعة المتهمين محمد بديع وخيرة الشاطر، هي الجلسة الثانية على التوالي. الصادقة أيضا شهدت في تلك القضية عرض بعض الطوالات المدمجة الخاصة بأحداث مكتب الإرشاد خلال ثورة 30 يونيو، وعبارة عن وصف الأحداث التي حدثت والهجوم الذي حدث من كلا الطرفين. وجاءت لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وعملت على تفريغ المحتوى في الطوالات المدمجة. أيضا شهدت الجلسات السابقة الاستماع إلى الشهود الإثبات من شهود الأمن، ضباط الأمن الوطني، إضافة إلى ضابط مباحث رئيس قسم مباحث قسم المقسم، إضافة إلى شهود الإثبات في المنطقة. والجلسة كما قلت منذ قليل مستمرة حتى الآن لسماع هيئة الدفاع بالمتهمين خيرة الشاطر ومحمد بديع. نعم، رمضان المطعاني مراسل النيل مباشرة من معهد أمناء الشرطة، شكرا جزيلا لك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرات الأمريكية شنت 5 غارات جوية ضد تنظيم داعش بالقرب من مدينة كوباني على الحدود السورية التركية خلال الأيام 3 الماضية. تزامنا شنت قوات التحالف 24 ضربة جوية ضد داعش في العراق على مدى الأيام 3 الماضية بالقرب من كركوك، أسفروا عن تدمير موقعين قتاليين وموقع لمدافع الهاون تابعين لداعش، بالإضافة إلى عدد من الشاحنات. مع تواصل الجهود الأمريكية لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي والقضاء عليها، شنت الطائرات الحربية الأمريكية 5 غارات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي بالقرب من مدينة كوباني على الحدود السورية التركية خلال الأيام 3 الماضية. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في بيان لها أن الغارات الجديدة أسفرت عن تدمير 3 مواقع قتالية تابعة للتنظيم الإرهابي و3 مبان كان يحتلها عناصر التنظيم، بالإضافة إلى قصف 2 عسكريتين بالمنطقة. وفي الوقت نفسه نفذت الطائرات الأمريكية أيضا ضربة جوية أخرى ضد داعش جنوب شرق الحسكة، أدت إلى تدمير نقطة لجمع النفط الذي يسيطر عليه التنظيم الإرهابي. تزامنا شنت الطائرات الأمريكية ودول التحالف الدولي 24 ضربة جوية ضد داعش في العراق على مدى الأيام 3 الماضية، حيث أوضح البيان الأمريكي أنه تم شن 13 غارة بالقرب من كركوك أسفرت عن تدمير موقعين قتاليين وموقع لمدافع الهون تابعين لداعش، بالإضافة إلى عدد من الشاحنات. كما تم تنفيذ 7 ضربات جوية أخرى ضد التنظيم بالقرب من الموصل و3 بالقرب من بيجي وأخرى بالقرب من مدينة الفلوجة العراقية، وتمكنت الطائرات خلال تلك الغارات من تدمير عدد من المواقع القتالية وأخرى لتجميع عناصر التنظيم و6 وحدات عسكرية فضلا عن عدد من الشاحنات. قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل إن استراتيجية الحرب على داعش في سوريا والعراق هي استراتيجية طويلة المدى وتبدأ من دعم الاستقرار في العراق.
تصريحات له في حوار تلفزيوني حيث أكد هيجل أن المهمة الأساسية للقوات الأمريكية هي تدريب القوات العراقية وقوات الفشمرجة الكردية، وأضاف أن غارات قوات التحالف إنما تستهدف عناصر تنظيم داعش الإرهابي دون الانخراط في حرب أهلية في سوريا، مشددا على ضرورة إقصاء الرئيس السوري بشار الأسد. شن الطيران الحربي السوري غارات جوية على ريف دمشق ومدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي اليوم، ما أدى إلى سقوط 10 قتلى. ومن جهة أخرى ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 6 مدنيين من بينهم امرأة قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح في قصف نفذه الطيران الحربي السوري واستهدف مدينة الرقة. وفي حمص قال ناشطون إن حي الوعر غربي المدينة تعرض لقصف باسطوانات متفجرة مما أسفر عن عدد من الإصابات. هذا ويناضل عدد كبير من الأطفال في حمص السورية للعودة إلى حياتهم الطبيعية، محاولين تخطي الوقت العصيب الذي مروا به بعد هجوم على مدرستهم أسفر عن مقتل نحو 50 طفلا. ومن جهتها تنظم المدرسة عددا من الأنشطة الترفيهية لبث روح الأمل في الأطفال وترغيبهم في الدراسة في ظل ما يعانونه من ويلات جراء القتال في سوريا. تزامنا مع احتفالات عيد الطفولة، يناضل أطفال آخرون في بقعة صغيرة بالعالم من أجل العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد القصف الذي استهدف مدرستهم في مدينة حمص السورية. أكثر من 200 طفل لا يشعر بمعاناتهم سوى القليل، يدرسون في مدرسة عكرمة المخزومي حيث يعاني عدد كبير منهم أوقات صعبة عندما يحاولون تخطي لحظات الخوف التي واجهوها إبان الهجوم الغاشم على مدرستهم، والذي أعلنت جبهة النصرة المناهضة للحكومة السورية مسؤوليتها عنه. على الباب الشرقي انفجار كبير جدا جدا جدا، بعد 10 دقائق انفجار آخر، انفجار على الباب الجنوبي للمدرسة. لا تزال آثار ذلك الهجوم على جدران المدرسة والذي أسفر عن مقتل نحو 50 طفلا وإصابة العشرات. أم ثكلى فقدت طفليها في الهجوم على المدرسة، لا تملك سوى ذكراهم عبر صورة فوتوغرافية لهم، هربت بأولادها من محافظة الرقة إلى مدينة حمص لتنجو بعائلتها الصغيرة من ويلات المعارك هناك، لكنها تقر أنها فشلت في حماية أبنائها. البنت صف سادس يعني 12 سنة والصبي 10 سنين صف رابع. ومن أجل مساعدة الطلاب في العبور من هذه المأساة تنظم المدرسة العديد من الأنشطة الترفيهية مثل الرسم والموسيقى، بينما قامت الحكومة المحلية بوضع بعض الحواجز لحماية المدرسة من أي هجمات. وتشير آخر إحصائية للأمم المتحدة أن ما يقرب من 9000 طفل سوري ماتوا جراء القتال في سوريا، بينما تشرد الملايين منهم بعد أن دكت المعارك منازلهم. يقوم اليوم رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو بزيارة إلى بغداد تلبية لدعوة نظيره العراقي حيدر العبادي. ويتناول اللقاء مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود لمناقشة أفضل السبل لتنشيط العلاقات بين البلدين، كما سيقوم أوغلو غدا بزيارة إلى أربيل لإجراء مباحثات مع مسؤول إدارة إقليم كردستان العراق. أدرج مجلس الأمن الدولي جماعة أنصار الشريعة الليبية على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية بسبب ارتباط هذه الجماعة بتنظيم القاعدة. ووفقا للقرار ستقوم لجنة مراقبة العقوبات الأممية بتجميد أموال التنظيم الإرهابي وحظر السفر الدولي على جميع عناصره، بالإضافة إلى منع جميع الجهات من توريد الأسلحة لجماعة أنصار الشريعة. بناء على طلب قدمته كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى الأمم المتحدة، أدرج مجلس الأمن جماعة أنصار الشريعة الإسلامية الليبية على قائمة السوداء للمنظمات الإرهابية. القرار يستهدف تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة، حيث أن كلا الفرعين لديهما صلات بتنظيم القاعدة وجماعات إسلامية متشددة أخرى من بينها تنظيم داعش. وبمقتضى القرار الذي لم تعترض عليه أي من الدول الأعضاء، ستقوم اللجنة الأممية المنوطة بمراقبة العقوبات على تنظيم القاعدة بمخاطبة جميع الدول لتجميد أرصدة التنظيمين
بالإضافة إلى فرض حظر السفر الدولي على جميع أعضائهما. كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات بالفعل على جماعة أنصار الشريعة لدورها في الهجوم على القنصلية الأمريكية عام 2012، والتي أدت إلى مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين. من جانبه رحب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بقرار مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه يوجه رسالة واضحة أن المجتمع الدولي سوف يتخذ إجراءات ضد الجماعات المتطرفة والتي تهدد سلام وأمن ليبيا والمنطقة، داعيا كافة الليبيين لنبذ هاتين الجماعتين وكل ما ترمزان له. كما حث هاموند كافة الأطراف في ليبيا على وقف القتال فورا ودعم جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي لضمان إجراء حوار موسع يشمل الجميع مع عدد من الأطراف المعنيين في ليبيا. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبية إنها لم تتمكن من دخول مواقع القتال في مدينة بنغازي بسبب تواصل المعارك فيها، رغم إعلان الأمم المتحدة أن أطراف الصراع في بنغازي اتفقوا أمس على تهدئة إنسانية غير مشروطة لـ12 ساعة. هذا ولم تتمكن فرق الإغاثة الإنسانية من دخول أماكن النزاع في المدينة خلال فترة الهدنة، لأن أطراف النزاع لم يوقفوا تبادل إطلاق النار، خصوصا في منطقة الصابري وسط بنغازي. وفي نشرتنا أيضا، ولكن بعد الفاصل، توتر في القدس المحتلة إثر اقتحام مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. سترحب ببيان خادم الحرمين والداعي لوحدة الصف العربي، وتؤكد على تجاوبها الكامل مع الدعوة. غارات جوية جديدة ضد داعش في سوريا والعراق، وهيجل يؤكد مجددا أن استراتيجية القضاء على داعش طويلة المدى. إدراج جماعة أنصار الشريعة بليبيا على لائحة الإرهاب الدولية، وتواصل القتال في بنغازي رغم الإعلان عن تهدئة إنسانية. والآن مع أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد في هذه النشرة مع أحمد فؤاد. إليك أحمد. شكرا لكم شادي وأمل، وأهلا بكم مشاهدينا. من أخبارنا في هذه الوقفة الاقتصادية، نتابع مؤشرات البورصة المصرية تحقق ارتفاعات متوسطة خلال التعاملات وسط موجة من الشراء من المستثمرين المصريين والأجانب. نبدأ من البورصة المصرية، حيث حققت مؤشراتها خلال التعاملات ارتفاعات جماعية وسط موجة شراء سيطر عليها المستثمرون المصريون والأجانب. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 9278.72 نقطة، ولحقه مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.66% ليسجل مستوى 649.8 نقاط. الارتفاعات امتدت كذلك إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ليصعد بنسبة 0.8% ويغلق عند مستوى 1159.2 نقطة.
قال المهندس محفوظ البوني نائب رئيس شركة إيجاس لقطاع الاتفاقيات والاستكشافات إن مصر تمتلك من نحو 15 إلى 17 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي غير المنتج، لافتا إلى أن معظم هذه الكمية غير المنتجة من الغاز تتركز في البحر المتوسط. وأشار نائب رئيس شركة إيجاس إلى أن تكلفة اكتشاف المصادر التقليدية في الغاز سواء كان غاز صخري أو عالق تتطلب تقنية تكنولوجية عالية وتكاليف باهظة. قال الدكتور حسام غازي وزير الموارد المائية والري إن هناك إصرارا من الحكومة على إحياء مشروع ترعة السلام من أجل تنمية وتعمير سيناء، كما تم إحياء مشروع توشكا باعتبارهما من المشروعات القومية الواعدة لتحقيق النهضة الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني المصري إلى الأمام. قال مغازي إن مشروعات تنمية سيناء وتوشكا تجدد الأمال للخروج من الوادي الضيق والتوسع لتنمية المجتمع زراعيا، مضيفا أن مشروع ترعة السلام يستهدف نحو 400 ألف فدان شرق قناة السويس بأرض سيناء، وتنفذه وزارة الري بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للدولة، موضحا أن نسبة التنفيذ للمشروع بلغت حتى الآن 88%، وجاري استكمال باقي المشروع وفقا لجداوله الزمنية المحددة، ومن المقرر إطلاقه العام المقبل. أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي أن شركة إماراتية عرضت تمويل مشروعي المركز اللوجستي العالمي للحبوب ومدينة التجارة والتسوق بالكامل. وأضاف الوزير أنه استعرض مع مسؤول الشركة الخطوات الفنية والتنفيذية لمشروع المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية، والمقرر البدء في تنفيذه بمحافظة دمياط الشهر القادم، وكذلك مشروع مدينة التجارة والتسوق التي ستقام قرب محور قناة السويس. أشار حنفي إلى أن المركز اللوجستي العالمي يستغرق إنشاء عامين باستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه، ويوفر الآلاف من فرص العمل، بينما تبلغ الاستثمارات في مدينة التجارة العالمية 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل. أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أنه يجرى حاليا التنسيق لعقد لقاء موسع للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مطلع الشهر القادم بحضور وزيري المالية والزراعة لاستعراض أهم التحديات والحلول اللازمة والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لصناعة الغزل والنسيج لتتواكب مع المتغيرات التي تشهدها السوق المحلية والعالمية. وأكد عبد النور أن هذه الصناعة من أعرق الصناعات وأهمها لكونها تمثل جزءا كبيرا من الصادرات المصرية، ويعمل بها أكثر من مليون عامل بمصانع القطاعين الخاص والعام. قال وزير المالية هاني قدري إن التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو تغيير منهجية إدارة الاقتصاد القومية ليدار باعتباره اقتصادا غنيا وليس اقتصاد فقر كما كان يحدث في الفترات السابقة وفق رؤية موحدة وليس كوحدات منفصلة. وأضاف قدري أن الإمكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وتنوع مصادر نموه هو ما ساعد على الانتقال من اقتصاد مثقل بشدة من تداعيات الأزمة المالية العالمية والمرحلة حالة الانتقالية الصعبة التي شهدتها مصر. وأشار قدري إلى أن الحكومة أعلنت عددا من المشروعات القومية مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع استصلاح المليون فدان، وهي المشروعات التي سيكون لها تأثير مباشر على أداء الاقتصاد المصري. توقع بنك الكويت المركزي أن تلتزم البنوك الكويتية بما لديها من ضوابط داخلية وما أصدره البنك المركزي من لوائح في تعاملها بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، موضحا أنه لم يضع قيودا أو ضوابط جديدة في هذا الصدد، وهو ما يعد تأكيدا غير مباشر برفع الحظر عن التعامل بالمشتقات. وذكرت صحيفة الراي الكويتية في تقرير لها أن بنك الكويت المركزي سمح للبنوك الكويتية بالتعامل بالمشتقات مع المصارف الأجنبية بعد أن كان قد حظرها إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 وتضرر بنك الخليج الكويتي بشدة جراء التعامل بها.
قال وزير المالية العراقي هوشيار زباري أن الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق شبه المستقل بدأ في تنفيذ اتفاق تستأنف بغداد بموجبه تمويل رواتب الموظفين العموميين الأكراد مقابل حصة من صادرات النفط الكردية. بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، تعهدت السلطات الكردية بضخ 140 ألف برميل يوميا من النفط أو نحو نصف إجمالي الشحنات الكردية إلى ناقلات التصدير التابعة للحكومة العراقية في ميناء جيهان التركي. ووافقت بغداد على دفع 500 مليون دولار تخصص للرواتب الكردية في مسعى لتقليل الخلاف بين العراق وكردستان، واللتين تواجهان سويا تنظيم الدولة الإسلامية. في الصومال أقر مجلس الوزراء ميزانية قوامها 216 مليون دولار للعام المالي الحالي بانخفاض طفيف عن ميزانية عام 2014 والبالغة 218 مليون دولار. وتوجه الحكومة في توسيع قاعدة الضرائب وإقناع المانحين بتقديم دعم مباشر للميزانية بسبب وجود شبهات فساد في الإدارات الحكومية. انتهت وقفتنا الاقتصادية، عودة من جديد إلى شادي شاش وأمل رشدي. شكرا لك. اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتسود أجواء من التوتر الشديد مدينة القدس المحتلة عقب مواجهات ليلية بين شباب فلسطينيين وقوات الاحتلال على خلفية تواصل الاقتحامات اليهودية للحرم الأقصى. من جهة أخرى، ذكرت قناة القدس الإخبارية أن طائرات الاحتلال رشت مواد سامة على مزارع الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير المحاصيل الزراعية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 14 فلسطينيا في مخيم جنين وبيت لحم والخليل. وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة شباب فلسطينيين بجروح فجر اليوم جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام عدة أحياء في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن أكثر من 6 سيارات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع عشرات الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال. وأطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة مراسلة النيل ثروة شقرة. ثروة، ما هي تطورات الوضع لديك الآن في محيط المسجد الأقصى؟ نعم شادي، تحياتي لك ولأمل. طبعا بداية اقتحم أكثر من 31 مسجداً إسرائيلي المدينة المقدسة، المسجد الأقصى برك من داخل باب باربة، وهم ما يسموا طلاب لأجل هيكل، دخلوا برفقة، وهذا الأخطر لربما برفقة وسائل إعلام عبرية لشرح بعض التفاصيل التلمودية عن الهيكل المزعوم وما إلى ذلك. ولكن هذا يبدو أن هناك مرافقة إعلامية لتشجيع باقي المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، وهي المرة الثانية فقط بفترة طويلة التي يتدخل الإعلام الإسرائيلي قناة ثانية بالتحديد بمرافقة هؤلاء الطلاب الذين دخلوا وقاموا باستفزاز المسلمين هناك كما تلفظ الأنبياء وتلفظ بألفاظ نارية. أيضا يعني استطاع المرابطين أن يحولوا دون دخول أكثر عدد ممكن من المستوطنين هذا الوضع السائد الآن في المدينة المقدسة. تعلمون أن التوتر يبقى سيد الموقف خلال خروج ودخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى، وفيض أيضا تحديد عدد الذين المصلين الذين مسموح لهم الدخول إلى المسجد الأقصى من أبواب المسجد المختلفة. على صعيد الميدان، دعنا نبدأ في الخبر المشهد لربما، وهو إصرار أكثر من 70 عائلة فلسطينية في مدينة أريحة إخلاء منازلها بحجة أنها واقعة على مناطق قديمة وبحجة أنها ستستخدم لأغراض أمنية. مع اتصالنا بالمسؤول عن هذه البيوت وهو الذي تلقى أمر عسكري من قبل الجيش الدفاع كما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي، كما هو واضح الأمر، يجب إخلاء المنازل خلال فترة زمنية يعني
تتجاوز 45 يوما ويجب هدم المنازل، يعني يقوم صاحب البيت بهدم منزله وجميع المزروعات المحيطة بالمنزل. فلم يتم ذلك سيتم استجابة الزكاة الفعلية والفواتير، أي ما كلفته من أموال سيتم دفعها من قبل العائلات الفلسطينية. فبالتالي هذا الأمر جدا أيضا موضوع هدم المنازل. تم هدم اليوم منزلين في عراب، منطقة العرابة داخل الجليل المحتل بأراضي 48 أيضا بحجة عدم الترخيص. أيضا عائلات مخصوصية داخل بلدة سلوان تلقت أمس قرارا إلى 15,000 دولار بحجة أنها عدم مرخصة أو تقع على منطقة إسرائيل السيطرة عليها أو لتأمين حماية المستوطنين. اعتبار الاعتقالات والمواجهات، اعتقال أكثر من 21 فلسطيني وليس 14 فلسطيني، هذا الإحصائية الأخيرة التي وصلتنا من نادي الفلسطيني، معظمهم من مدينة القدس ومن جنين وسابلس وبيت أحد. يعني هذه الصراع بشكل عام يتوتر كبير، يبدو أن هناك سياسة طيب. تخبطية. نشكرك ثروة شقرة مراسلة النيل من القدس المحتلة، وعذرا لرداءة الصوت من المصدر. استبعد كبير المفاوضين الإيرانيين علي أكبر صالحي إجراء تحويل لمفاعل أراك النووية الذي يمكن استخدامه لتصنيع قنبلة ذرية خلال المفاوضات النهائية الجارية حاليا مع القوى العظمى في فيينا. وكانت إيران قد أعلنت إجراء تعديلات على هذا المفاعل والذي لا يزال تحت الإنشاء من أجل الحد من كمية البلوتونيوم الذي سينتج فيه، بينما الغربيون يريدون أن تتخلى إيران عن المشروع بشكل كامل. يترقب المجتمع الدولي حلول 24 من نوفمبر الجاري الموعد المحدد للتوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن ملف إيران النووي. في هذا الإطار تواصل طهران والدول الست الكبرى ما يعرف بمحادثات اللحظة الأخيرة لإنهاء الخلافات بشأن نقاط عدة بملف إيران النووي. الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أن الكرة الآن في ملعب الغرب للتواصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، حال أظهر ما سماه بحسن النية في المحادثات. على الجانب الآخر، أعربت بريطانيا عن قلقها وعدم تفاؤلها إزاء المحادثات الجارية مع إيران، خصوصا أن الغرب يأمل في التواصل لاتفاق ينص على أن البرامج النووية الإيرانية ذات أغراض مدنية. من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين خلال المفاوضات ومعدلات تخصيب اليورانيوم، حيث يسعى الغرب جاهدا لتقليل هذه المعدلات، في حين تتمسك طهران بالاحتفاظ بما سمته حقوقها في تخصيب اليورانيوم. وفي ظل هذا السجال يحتفظ الغرب بعقوبات اقتصادية ضد إيران، قال الخبراء أنها أضرت كثيرا بمجالات صناعية وتجارية في طهران، الأمر الذي يدفع إيران إلى إجراء محادثات جدية لإلغاء جميع هذه العقوبات. كما يرى المراقبون أن التوصل لاتفاق نهائي بشأن ملف إيران النووي سيساهم جديا في تعزيز التعاون بين إيران والدول الغربية في ملفي العراق وسوريا. وفي نشرتنا أيضا، البيت الزهري في بيروت يفتح أبوابه للجمهور ويستضيف معرضا للصور لأحد الرسامين البريطانيين. ما زال للشرق سحره، فقد اجتذبت إحدى المنازل القديمة بلبنان أحد الفنانين البريطانيين لإقامة معرضه الفني. تام يانغ هو فنان بريطاني افتتح أحدث معارضه بالعاصمة اللبنانية بيروت. افتتح الفنان التشكيلي البريطاني توم يانغ أحدث معرضه بالعاصمة اللبنانية بيروت في البيت الزهري، والذي بني في القرن 19. كان يانغ قد أقام معرضا مماثلا العام الماضي في فيلا باراديسو بمنطقة جميزة في بيروت. زار يانغ العاصمة اللبنانية لأول مرة في عام 2006 لتنفيذ مشروع فني بالمدينة. ويقول الفنان أنه شعر بارتباط عاطفي بلبنان خلال إقامته في البلد الذي أعجب بصمود أهله وإقبالهم على الحياة. ثم قرر يانغ العودة إلى لبنان بعد أن تركت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في يوليو من عام 2006 أثرا كبيرا في نفسه، حيث أدار ورشة عمل للأطفال في ضاحية بيروت الجنوبية لمساعدتهم على التعافي من صدمات الصراع.
استكمل يانغ تجديد فيلا باراديسو في يونيو من عام 2013 بعد أن ظلت مهجورة منذ عام 1975 وأقام فيها أول معارضه الفنية في لبنان. أحببت هذا المنزل منذ وقعت عيني عليه في عام 2006، ربما يكون أحب وأشهر منزل في بيروت. اكتشف يانغ أن ملكة البيت كانت توشك على الانتقال منه، فدفعه ذلك إلى الإسراع في تنفيذ مشروعه الفني. قالت لي إنها سترحل من المنزل بعد 70 عاما أمضتها فيه، ثمة مالك جديد. شعرت عندئذ بالقلق وتساءلت، أسيضيع هذا البيت؟ لابد أن أقابل المالك، لابد أن أعرف ما سيحدث. يضم معرض في البيت الزهري 40 لوحة بريشة توم يانغ عن البيت القديم وبيروت. ختام النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء الرئاسة. ترحب ببيان خادم الحرمين والداعي لوحدة الصف العربي وتؤكد على تجاوبها الكامل مع الدعوة. غارات جوية جديدة ضد داعش في سوريا والعراق، وهيجل يؤكد مجددا أن استراتيجية القضاء على داعش طويلة المدى. إدراج جماعة أنصار الشريعة بليبيا على لائحة الإرهاب الدولية وتواصل القتال في بنغازي رغم الإعلان عن تهدئة إنسانية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.